السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار، آمين يا رب العالمين. إذن متابعينا، عدنا إليكم ببشائر الخير وعدنا إليكم من جديد في نشرية جوية خاصة أين نسجل اضطراب إن شاء الله أطلسي إن شاء الله بإذن الله تعالى، سيكون محمل بأمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض المناطق الجزائرية. إذن هذا الاضطراب سيكون بداية من يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 في الفترة الصباحية مع الفجر إن شاء الله. سيخص في البداية المناطق الغربية في الوهلة الأولى، ثم المناطق الوسطى وبعض المناطق الشرقية. في أواخر هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف في نشرية جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الخميس 23 ديسمبر على إثر قدوم هذا الاضطراب إن شاء الله. وأيضا سنتعرف عن جديد التحديثات للنماذج العالمية إن شاء الله فيما يخص طقس الجزائر خلال نهاية شهر ديسمبر التي تبدو أنها قوية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.